سودو سودو صار معك يا رامي اوكي خي اتركنا نلعب لك رايح على الاخر فيك على اللوش لك اتركه مره هيك مره هيك مش كل مره علمه لالو لالو العب يا خي لك علمه لالو لك خلص شو تقول لك لك شو بقى سواياك سواياك عمالك 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 لف له سيجاره رد له لف له وحده قشق قش قلبه خي خي شبك سبل قلبك راح يشرب خي اتركنا يا خي شو اجاك بانجو بانجو سيخ لا سرقتها سرقتها لك يا رامي والله انت هون يلا لك يا رامي قدام الديك ايه ايه ظبط هالعين الحولي ايوه نعم بالك طاوله مش عم فيك تلعب دق بهالطاوله على غرورك مش رح هنيك ايوه الجلسه صارت مفقوسه ايه بده يخسر على الديك فرنجيه او محبوسه يا علوش مين الضيف اليوم؟ ابو فارس محمد اسكندر هلو عتابة عتابة جايك ابو فارس اليوم هلو يا خي ما العب معه ده لا العب معي بعدين العب معه يا خي ما يلا 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 خسرنا يلا سلم سلم هيك يوم سلم ايه ابو جميل ايه قوموا قوموا اجى ابو فارس وينه؟ هيدوا على الباب يلا قوموا يلا قوموا قوموا واحد دق علي واحد دق ما كان خير ظل غوطة ايه يا اهلا وسهلا فيك يا شاب الحلو حبيب ايه يا محمد اسكندر مين منا بيجهلو يا ويلي ايه يا وعنا الليل اثنين من احلى شباب ايه يا عنا على المسرح الليل بيجهلو ايش محبة بالاستاذ علي الديك والاستاذ محمد اسكندر ابو فارس فضيحة الرئيس بعيون
قريس الريس يا عيني مثل الوردي بجنينه الله 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 وام الياس غني لا غني لا على الليالي وصي ولك غني لي يا ابو جميل تفرح فيه يا عيني بهالبرنامج رح وصي لازم تزيد الدجاجات لحتى يفرفش هالدين زيد الدجاجات لحتى يفرفش هالدين لازم لبسون الملابس والفرح بقلبي كابس دخلك قلي ومحمد وينو هالغالي فارس مستحلي شمه يا ويلي ومحلى البوسعة تمه وأنا فارس مستحلي شمه هو محلى ومحلى البوسعة تمه يا عيني لما بغني بيو ولك بردو عباطم يا فارس شايل ابنه بحضنه ولا اهلا وسهلا ابو فارس شايل ابنه بحضنه لما يضحك وتبسم عين الغزل يا عيني انت البداوي جروحي وانت الورد البتفوحي ولك شايل فارس بعيوني وعمو علي بيروحي لك اهلا يا ابو فارس الله يمسيك الله يمسيك يا حياتي ومبسوطه فيك كثير ابو فارس لحظه حبيبتي لحظه قبل ما بدنا نبلش اعمل مشاكل بالحلقه نعم دخيله بتشتاقي له بتشتاقي لي ايوه بتحبيه بتحبيني يا حياتي نعمل مشاكل خلص خلص سوا ليله احلى سهره ابو فارس الحبيب يا ميت اهلا اهلا وسهلا شرفت بيتك وشرفت مطرحك يا عزيز يا حبيب لك بالله ضلوا زقفوا له تيت عموديات خبركم شيء اسمعوا انا بدي اخبركم شيء اول مره انا اليوم بسلم مع اخي علي وبسلم علي لك يا عيني منشان بنعرف النيو تي في بتحب الصراحه يا عيني وبما انه هالشاشه بتحب الصراحه نحن رح نكون صريحين يا عيني عليك انا وخي علي من ايام الشام كان يغني بمحل وانا بمحل حد بعضنا بس ما التقينا ايه والله بس بنحب بعضنا اليوم اول مره بنسلم مع بعضنا بس صدقوني كانه يا عيني ما تفارقنا ولا نهار لانه الله يوجه له الخير الناس بتحبه والناس بتحبنا والحمد لله كل انسان الله بيعطيه حسب نيته طيب يا فارس
أول مرة بتشوفوا بعض يعني وجها لوجه أول مرة أول مرة بتسلموا أول مرة أول مرة بحياتي أنا أطفال بس احزري شو اسمعي نحن بنحب بعض كثير وأنا اختلفنا بيوصل لي سلامات منه وأنا ببعث له سلامات مع فارس ابنه مع مين ما شفت سلموا لي على الحبيب لأنه أبو فارس وصلني. الله بيعلى الله بيعلى وصلني صراحة أبو فارس نحن شتينا ليك دخلنا على الشتوي ممتاز شتوي أحلى كيف لي هالصبا ما أنا كنت بدي أقول لك ردي إنه في صبا على يمينك وفي صبا على شمالك خلينا أبو فارس الحبيب احكي لي هيك شو ما بدك عن الهرمل احكي لي ابن الهرمل محمد اسكندر ابن الهرمل خلق بالهرمل بيحب الهرمل كتير نعم طيب كم سنة عشنا بالهرمل راح أقول لك ها أعطونا بيت على رأيك لك أعطوه أعطوه يا ضيعتنا يا ضيعتنا يا مسرح للشوادي فيكي من حلا بلادي زيادي فيكي كلمة قل متمتع برد العيش وليالي السعادة فيكي الشمس يومي بتركع كأنك للصلاة بيت العبادي فيكي هدرة الشلال أروع مناظر للضجر حكمي وعيادي فيكي كان صبري بيك مطلع فجر على الناس ومواقف راضي وفيكي رياض طه كان منبع بلاغة للصحافي والمبادئ أبو فارس محضر لي منو لحاله محضر لي أنا أخدني على حين غرة موتني أنا كده يا أخي الله وحكي لك أنا جاهز ده البرنامج غني لي تغني لك محضر لك هو لا بس محضر لي تحضيرة لا والله ما مش هالقد يعني أبو فارس لك يا روح خيال قديش عشت بالهرمل الهرمل عشت تقريبا حوالي 7-8 سنين 10 سنين بس أنه على طول كنا نروح ونجي المدرسة نعم بحب هيك وجه تحية لروح الأستاذ مجد أمهز لأنه هو كان معلم الأجيال بمنطقة الهرمل يا حياتي نعم وأكثر عزة كان في عالم لحد الآن بقى أنا متذكره هو كان مجد أمهز اللي هو أستاذ المدرسة اللي علم كل هالأجيال عشت طفولتي فيها وطفولي كتير حلوة يعني إذا بدي خبرك أنا بدي هناك 4 حلقات يا الله تركيب المشكلة فبدي أقول لك شغلة عن موضوع نعم بس هيك صغير وحلو نعم بي كان فقير كتير يا عيني نعم وكان جمال ورجود وحصود نعم كل هدول رجود أنت ما بتعرفي هيدي ايه ما بعرف بدي كان دراسة عنها لا بس قلي لا قلك هلا مثلي مثل كتار هلا بخلق بسياق الحلقة بلشنا نحكي بالقافلة وطول بالك المهم بي ما معه حق كتب ليشتري لي فقال له لمدير المدرسة قال له دبر الوضع فحطوني مع بنت خالي العم ابو ناشد الله يرحمه عم ابو ناشد مع الجمال ورجود وعم يشتغل نعم فقال له خالي كان وضعه منيح نعم الله يرحمه ابو مهدي فقال له حطه مع بنته خليه يتبع معها حلو حلو لا ما في شيء قال له تبع معها ما عنده لحق كتبوا لحق دفاتر عارف كيف فانا بلشت اتبع معها انا نجحت وهي سقطت يا لطيف يا لطيف يا لطيف هاي من ايام هاي من ايام المدرسه بس ابو فارس يعني انتوا نزلتوا من الهرمل راجود بياك لحظه هاي خامس مره بتذكروا راجود وبعد ما فهمت شو يعني رح اقول لك الراجود قل قل لما بيحصدوا يا عمري بيحصدوا هالحواصيل وبيحطوا هالقمح على البيدار نعم بيجي الراجود شو بيعمل بيحملهم على الجمال ما كان في وقتها سيارات ومنسوب كبات بيحملهم صار اسمه الراجود لانه عم يرجد على البيدار لانه بده ياخذ ما كان في دراسه نعم كان في يا اما اجلك هيك يعني حمارين يسوق نعم نعم المدرسه اللي حتى نطلع عليها الدراسه
يا اما بيقولوا لنا نورج، نحن عندنا اول مورج، نحن عندنا الدارس مورج، هي مورج هي ذاتها، فبنوقف حدا ثقيل هيك على المورج وبصير يبرم على القمح. هذا الرجود بجيب يعني، عرفت كيف؟ فانا لما غنينا الحاسودي بالزمان انا قلت الرجودي وخينا علي قال الحاسودي، بس بعدها يعني بس شوف المعنى. شوف انت احذري شو شو شخص مثل ابو فارس الحبيب حبيبي النبعه يعني اليوم الله يرحمه العم بناشد كان يقعد بالضيعه وكان يشتغل راجود مثل ما قلنا له لجريز ونزل على النبعه. بالنبعه لا في صيد ولا في جميل ولا في دراش ولا في اشتغلته بالنبعه وكان فقر يعني عم تقول كنتوا فقيرين بالضيعه. من الاخر انا كنت افضل قصه الحاج بناشد خليها للاخر لانه موضوع بياثر فيه كثير. الوالد قلت لك كانت ظروفه صعبه، نعم، رجع على منطقه النبعه واشتغل موظف عامل بلدية. نعم نعم. وبدي أقول شغلي اليوم، كل شهرتي وكل اللي عملته بحياتي وكل العز وكل سفراتي مش مقبالكم مكنسة الحاج أبو ناشد. ولي ليش ذلك قلت لك حابة الموضوع ما أثر فيه كتير، بس بدي اقول لك هيك شغلي اعطونا بيت نوى خليني اقول شغلي هيك. وينك 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 يا هالرجود غيابك البيت دربكي وتيتم احباب مشتاق مشتاق شوفك راجع العدار مشتاق شوفك راجع على الدار تبوس الغبرة العلت يا تعرف اخي علي كانوا الاولاد يطلع ورا ابوهم بس يطلع من البيت. نعم. مشتاق خليك فاتح يا كمال خليك فاتح. مشتاق تاخذني معك مشوار مشتاق تاخذني معك مشوار اركض وراك تقول شو جابك طبك ولك كلمتين صغار منكبر إذا مشينا على جناب. أدي أبو فارس أنت متصالح مع نفسك لحتى تتذكر هذه المرحلة بتفاصيلها وتكون فخور فيها اليوم؟ بدي خبرك شغلي جريس، اوعى تفكري في إنسان بينجح بحياته بدون رضا الوالدين. يا عيني عليك يا عيني عليك. انا اول شغله بعملها بالضيعه بروح بشق على بيي الحجي تاج راسي وعندي الحمد لله الله يخليها بصحتها ويخلي لكم اهلكم وكل شيء. شكرا. بس رضا الوالدين سروي. انا مثلا كنت روح استراليا على امريكا، نعم، ودع الحج، نعم، يقول لي تمسك التراب بايدك يقلب ذهب، اذا بتصدقوا انه مسكت التراب صار ذهب. زين خلي البتين على قبله هاتوا عتابة. زعلني كثير وعزتني الدنيا. دو 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 يا احمد عدل الفاطر ورد لي اياها شماليه تكلم تامر يا عمي تامر جر عليها جر يلا من هيدا من هيدا هاتوا عتابة ولك تنسل بعدنا هاتوا عتابة Oh!
ورق قلبي عبعد انحن للماضي ورق الله خبز اللي كان اسميك عصاجي ولك خبز اللي كان اسميك عصاجي ورق نزلت دموع وعغياب يا لابس البنطال عالموضة درج من عظام جسمي لنصب لك درج وانسال دمع العين عالخد درج منسى ودادك لو جلالة ربنا وحلوا بالقلوب احبابنا طلوا شو اللي مقعدك بيني وبينه حمامي بين نسر وبين عقاب دمعي يعرق الوجنة تحروا دمعي يعرق الوجنة تحروا لو مصب نهر دجلة تحروا من المثل طلق للصيد حر البوم صيدت والحر أنا يديك جيت اليوم هديك يا نعمي محضر حاله محضر حاله أنا يديك جيت اليوم هديك لأنه صار بده ديك هديك إذا بجفتك خرب شنهار هديك من الهرم اللي انا بهديك اخمس لكن لا تظن الخي اخمس رب ليلنا وبالحب اخمس وثلاثين طلقة النجم صاهي ولك تعي لك ام الياس تعي لعندك تعي 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 يلا انا اول شيء بدي اقول لك العين في بدها تولع الليل بتعرف ليش يلا لانه اثنين عتيبه غير شكل يلا اثنين ديوب روحي لشوفي لك وسع الساحه يا علي جيتك انا وسع الساحه صاحب
شو؟ مع الأحباب يا صاحب علي ديك علي رو لا تعمل علي ديك الله يا أوف الشرق والغرب بيقولوا علي ديك شيخ القاف وعتاب الطراها يا الله الله مهلهل على طول لانه دمع عيني المهل هل ما بدي كون كالزير المهلهل لانه دمع عيني المهل هل انا بدي البس التوب المهلهل لانه شعب سوريا تهجار بدي البس التوب المهلهل لانه شعب سوريا تهجار وتاه الخي عن خيو تهجار وتهجار ولك لاقعد جر عربابي تهجار يفيع عظم رامح بالتراب بعدك يا امي الياس وهمة أبو جوزيف همة عنتري قضيت عمري احترم رأي الكبار واللي ما عنده كبير لازم يشتري الياس ما في زيك جاي خيم بيحيك بيكفي اني الزغلول الدوب لي قلبي خيم قبل يسمع في زيك جاي خيم بيحيك وبيكفي انه الزغلول الدوب لي قلبي بوس عمي
مسنوع على جب علو وبحجيت الغاسيلة مسنوع على جب علو وبحجيت الغاسيلة بعد عيني بو فارس بعد عيني بو فارس وحيش بإيدك الدوغي ولك شعلة لك يا حي الشعر النار اشتقت الحمص العادي يا ويلي لطعمي طفطايرها اشتقت الحمص سوري ولك في الله بيعمرها الله الله والله لركاب الدهيمة وبخطيرك يا ميمة والله لركاب الدهيمة وبخطيرك يا ميمة والحق طاعن عشيري والوضياتك يا ميمة واشتقنا لهاك السهرة بالذكريات وبالسحلول من الدروب كني بدي بحكي بعلي الصوت بغني علي الصوت الغنية والله اشتقت لا أرضيك والله اشتقت لا أرضيك ببوس ترابك سوريا بدك عيني وماني ليش جريس حرداني الله 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 ما بدك عيني وماني ليش السمرة حرداني بدي حي من اللدقي بدي حي من سوريا حي الأرض عالبنان بحب تفوت فوتي ما منقبلها سكوت قلبك بعده بسوريا وروحك صارت ببيروت لولا لولا لولا
كأنه بعده عبالة لبنان ريس العتابة في لهب لبنان ريس عم بتروي القلب والروح ريس ما بنعل الديك وبنت ما ريس لغني وسمع نجوم الحجاب لك يا ولا يا ابو فارس العتابة شغلنا وبدنا نخوض فيها يا ابو فارس العتابة شغلنا وبدنا نخوض فيها منازلكم ديوال العنب فيها ودار المبين وجد مثلنا فيها هدموها ولعنوا لها صحيح وقلبي قلبي زعل من غيرك ولك باش قلبي زعل من غيرك ولك باش ولك باش ما بدنا قتال هالليل ولا لك انعاجي وانا لدبح لك انعاجي والكباش اذا بتدق على القصيب وانا لدبح لك انعاجي والكباش اذا بتدق على اسكندر الباب علي دلالك وانت المهيرة وانا خيالك علي دلالك علي دلالك انت المهيرة وانا خيالك علي دلالك علي دلالك وانت المهيرة وانا خيالك علي دلالك علي دلالك انت المهيرة وانا خيالك هو إذا بالهيجة بطول مجالك سابق الخط في باع السنة شعل بقلبي نار دخلك بو فارس داخل الدار حبك حط الله براسي شمال علي دلالة وعلي دلعونة سمر بجراح بيضي فارشة وعلي دلعونة هدمح 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 هد
جارتها راحت تتشكى علي لجارتها سرعت الله مصة من سيجارتها قامت جارتها قلعت كنزتها قامت جارتها قلعت كنزتها قالت لليكي شو مسوي شي تسع راجيل من غير ما يخرطش اوس الدنيا عتمه وما في بيل لك من غير ما يخرطش اوس الدنيا عتمه وما في بيل كان قواس وغير قواس وبدك مين الصيد يشيل داري معوس ام الياس وصالي عباب جارة أكيد إنه الليلة أجواءنا ما إلها تاني يعني محضر حاله محضر حاله محضر حاله على المزمور يا أبو محضر حاله يا أبو جميل يا أبو جميل يا أبو جميل يا أبو جميل يا عينه لبية اثنين شغلتين تفضل يا أبو فهد أول شيء إذا أنا ما بدي أحضر حالي لأخي أبو جميل لمين بدي أحضر حالي ثانيا لجريس ثانيا اتصل فيي وزير الداخلية شو غلا
قال لي بدنا نعمل خفف عجقة السير بالبلد. شو الحل؟ قلت له بتعمل حلقة لمحمد اسكندر ولا حد دي وما بدك بالسيارات الجاري خلص بيقعدوا بالبيت الجماعة. هيك صار. أم الياس نعم دخيلك سوتي وشي زلمة لا يا خالي لا لك صح عم أنا عطش وقومي مش عم تخلوني دور هلا اسم الله عليك ما عم يخلوا دور لحدا أم قومي الياس قومي سبيله العصيرين بلوا ريقكم هلا صار يلا دخيلك طش قلبنا طيب وهالصوب يا من حدك باش تشوي ولع ولع شو عليها ما كيف الدفا الصوب على الشمال والعة والصوب على اليمين مطفية شوي يا عار اهلا بامي انا المسكين ليك اللي مشحر قاعد انا البردان دفوني عطر مات الله نعم لك ليش معذب ليش معذب ليش معذب خليك يا امي ديك سلم ايديك يا الصوت الحلو الله يخليك الله عليك عصير شو ام الياس كل ليله شهد يلا تفضل هيدا عصير شو على سيره ام الياس كل ما رحت على بلد بالعالم كل ما رحت على بلد قل لي بدنا ناكل بيقولوا لي منين بدنا نجيب لك ام الياس لحم لو ام الياس صارت اشهر لا الله بدي خدك معي بدي خدك قومي قومي اعطينا شقفة خبزة ايه تنسخلوا عليها نتفة لبن يلا من النملية من النملية منهم من النملية لك شو حلوة هالنملية لا شو طبختنا اليوم ملياس الليلة عملت له قالوا لي انه استاذ محمد بحب المسقعة مزبوط ايه بس اعطينا اعطينا بدكش تاكل من بس ما قالت لي ربي بالعادة بالعادة بتقولي رديت محمد في عنده مودي بيلبق له أحلى ردي وجايب ابنه كنز كبير عقاره مش بتعدي جايب ابنه كنز كبير عقاره مش بتعدي أف أف زغلول غنيلك مثله احكيتي يا ام الياس بحكي بالعجل لا بستحي ولا بعرف بعمر الخجل شربت العتابة مثل ما شربت الحليب ومن بطن امي طلعت عم غني زجل حبيب العزيز الطرب يعني الطرب ابن ضيعة وما في يعني اكيد ابن الضيعة ما عنده هالباب الكبير تيدخل على الفن مثل في غير اليوم اليوم صارت الفرص كبيرة يعني أنت ابن ريف وابن ضيعة وربيان بضيعتك والوالد الله يرحمه لعمي بناشد الحجي يعني الوضع على قد الحال الحمد لله كيف أبو فارس الحبيب من أي طريق كيف شفت هذا باب الفن وكيف وصلت للفن أول شيء أنا كنت بالمدرسة نعم هلا بدنا نكت هات لنشوف غنينا اسمعوا يا شباب خلونا نحكي نعم بس هنغني بعد بالمدرسة كان عندي رفاق اثنين ورجعت التقيت فيهم نعم عارف كيف قبل ما نوصل للمدرسة هلا شاب اسمه منهم عبد الامير بيضون بوجه له تحية ابو يوسف نعم وشاب ابن خالي اسمه غازي اسكندر نعم هذا واحد منهم هلا على سبيل النكتة غازي فاتح بسطة خضرة بالضاحية حلو. رحت لعنده اشتري انا شوف هذيك النهار هيك شوية خضرة وفواكه خضرة يا طورة نعم. هلا اجت وحدة حلوة هيك مثل جريس تسلم زبط الجريس بوبية تاع الاخر هو مثل ما في قالت له يا حاج قديش الكوسة هلا هذاك اتضايق انه شو حاج ما حاج قال له ب2000 قالت له زلي 2 كيلو قال له تكرم هي 2 كيلو قالت له قديش هالخيارات يا حاج قال له ب3000 خلص قالت له زلي كليان قالت له ليك قديش هالبندورة يا حاج قال له يا اختي انا عامل عمرة عيتي لي يا عمري بقى نوصل
كان في عندنا ديموزيل تعلمنا أدب عربي وتاريخ. نعم. أنا من أولتي يعني الغنى بدمي. إذا هلا عم تسمعني أنت عم قول شيء أنت مفكرني محضر حالي. أنا مش بحاجة لحضر حالي. لا بس بدي شغلي. أنا حأعزمك مشوار لعنا على المنطقة. وبتقعد بتسمع خي ناشد الشاعر الكبير. كيف بنسألك عنه للحبيب؟ رزق وأنا وفارس وكذا. إنه إذا سمعتنا بتقول هودي حلقة هل عم يرتجلوها هالجماعة ولا عم ولا مألفينا؟ ما بتصدق نحن بنرتجل مباشرة. يعني هذا الشيء شعار كيف أنا مبلش بالشعر مبلش بالزجل مبلش بهالأشياء. فالمعلمة كانت تترك 10 دقائق بالحصة تقول محمد اسكندر يلا سمعنا سمعنا كل حصة عربي كل حصة بدك تغني لها سمعني بدك هيك بدك تذكرتها بدك خلينا نغني لها نغني الغنية اللي كنا نغنيها هات لنشوف خليني غني خليني اياها عندك هون قال يا حلوة الحلوين ليش قلبك قسي لما وصلتي عصفوف الهندسي ما تفكر نسيتي ولا قلبك نسي ايام ما كنتي بجنبي تجلسي يا ريت ما كبرنا سوا بقينا صغار نخرط جسمينا حيط المدرسي وارقورك يا بديعة اكل كل السريعة ارقورك يا بديعة اكل كل السريعة ومدري انت مفلتي مدري الحبل رفيعة وارقورك يا بديعة اكل كل السريعة وارقورك يا بديعة اكل كل السريعة ولي مدري انت مفلتي مدري الحبل رفيعة هالغنية كلمات خي ناشد أرقولك يا بديعة هالغنية كلمات ناشد أرقولك يا بديعة ووقت لقلك شو صار ومن بعد منها أجي استوديو الفن وبعد منها طلعت الله يرحمها الراحلة فريال كريم وتغير الكلام ولحنوا ملحن بركات الموسيقار الله يوجه له الخير تحية كبيرة وتغنت الأغنية بغير لحن عارف كيف بس الكلام هو اللي ناشد اسكندر فارس وينه هلا بيجي فارس اسكندر وينه؟ ابو محمد وينه فارس؟ بدكم اياه؟ لك بدي لك لك بدي فارس وينه؟ طونا بيت فال اجيب فارس بدكم يدوخ الليل او يسكر بدكم بحور الشعر تتفجر بدكم تشتي بقاب بصوفر بدكم تجي عبلة بلا عنتر بدكن شموع العيد تتحدى وتضوى 12 عام تضوى 12 شهر مش أكتر لازم السبعة نعملها ستة بيكون شرف فارس اسكندر لك يا عيني المرضي لك يا عيني المرضي خلي وياك يا حبيبي الله يرضى عليك يا اهلا بفارس لك الله يحييك كمان بدك ترد عليه خلي يرد خلي يرد له يلا أهلا بفارس أهلا وسهلا أهلا وسهلا أنا طليت أنا طليت على الحلقة الجديدة أنا طليت على الحلقة الجديدة بسنة بالحب ما بتعرف حصيدي أنا طليت عالحلقة الجديدة بسنة بالحب ما بتعرف حصيدي تأركع كل ما بقلبك الأكبر انعصر شريان تيعت إنبيدي
وبميات المجد نبعك تفجر وجاي شربك ياهن بإيدي. لك بعد 20 عام بعد 20 عام الورق ختير بس القافية بقيت عنيدي. ولك سرقتها وجيت يا محمد اسكندر تقلك بعدني حافظ دروسك أماني لحفيدك والحفيد. وعنت عبالي يا زمان الولد أنا عنت عبالي تنزل دموعي هالسني وبعد سني. عمك علي لولا سألني شو بني بغيابكن هالدني والله مش دني. لو صار عمرك ب43 ما بجوزك غير بنت 16 سنة. ندب لكم حنين بشوق كالعيام وبعدكم هالدرب بتعب كالعام. ندب لكم حنين بشوق كالعام وبعدكم هالدرب بتعب كالعام. جينا نقول لابو محمد كل عام وانت بخير يا ابن الضياء. ان شاء الله ان شاء الله يا علي بتصير بابا ابا. مش بابا روما يعني بابا عشان يعني شو نوم طائف المرور. ان شاء الله يا علي بتصير بابا وعندك طفل عم بيقول هيدي قاف مني خدر. ان شاء الله يا علي بتصير بابا عندك طفل عم بيقول بابا سوريا فاتحة للكل بابا ونحن اليوم شرعنا لكم. بنت صغيرة تبكي عبابا يكبر زنودها وشكوا عبابا عبابا سوريا إذا بيوقف واحد عبابا البواب بتفتح أهلا بالحباية. أنا ربيتك على المحبة وعيشتك بالهنا أنت قطعة من قلبي أنت يعني أنا. أنا ربيتك على المحبة وعيشتك بالهنا أنت قطعة من قلبي أنت يعني أنا. شوف بعينك ميلادي ميلادي ورحلة عمري وأمجادي شوف بعينك ميلادي ميلادي رحلة عمري وأمجادي أمجادي. منا يا بكر ولادي ولادي لو تطلب روحي بعطيك إذا بعدك مني زعلان أنا جاي الليل راضي مستقبل عمري من زمان كله مع حبي ماضي. روح يا محمد
احقق لك حلمك وشو بتتمنى يكفي اني حامل اسمك تتهنى يا بابا عايش تحقق لك حلمك وشو بتتمنى يكفي اني حامل اسمك تتهنى وانت اسمي الحقيقي الحقيقي الله الله وبي وخي وصديقي صديقي انت اسمي الحقيقي الحقيقي وبي وخي وصديقي صديقي والدرب العمر رفيق رفيق وبنص القلب شريكي اذا بعدك مني زعلان انا جاي الليلي راضي مستقبل عمري من زمان كل معلق بماضي اذا 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 بعدك مني زعلان انا جاي الليلي راضي لاني بشوفك فرحان بس عم خيك علي الدين حلو فارس الله يخليك لك اهلا بفارس من شابه اباه فما ظلم اهلا بابو محمد الحبيب الله يخليك طول عمرك هذا الشخص الحبيب والعزيز كل عام وانت بخير وان شاء الله عقبال ال100 سنه يا رب الله يخليك شو صار العمر هلا فارس صاروا 25 17 الله جعل ان شاء الله كل عام وانت ما عم بيفكروا خيي الكبير خيي صغير يا خيي شو مسوي بحاله دخلت لهون عيد فيه قلت وين محمد اسكندر رايح هذا المرضي هيك المرضي ليك عم باكل عسل من منطقة بلبنان مهمة هو العسل بيزبط القصة ايه في عسل بما يفوق إذا بدك تطلع خيو محمد اسكندر بتاريخ من كذا إلى كذا وقف يعني ما في جديد الجديد ما يضرب مثل لازم يضرب كنت بتتوقع بينك وبين حالك بحياتك كنت بتحلم إنه على إيد ابنك ترجع تعيش الحياة تاني مرة ويرجع يعيش لحني ويرجع يعيش كلمتي ليك رأي لك شغلي تفضل رجعنا لرضا الوالدين عيني عليك الأمل عندي بحياتي ما فقدته 25 سنة أنا بارم 3 أرباع الكرة الأرضية طبعاً 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 رزقتي بتوصلي نعم نعم ما تفكر يعني هلأ بيقولوا لك مثلاً في متعهد وفي أمبريزارو وفي واحد بيخلي فلان يعطي حفلات محمد اسكندر كانت رزقته توصله إذا أنا بدي روح من هون على أستراليا أعمل حفلة يصيروا 5 هلأ بموضوع التاني إجا هاتف من رب العالمين لا إله إلا الله سبحانه وتعالى نعم قال له يا ربي أعطيه فرصة لعلي الديك خلي قلع شوي ورجع محمد اسكندر بعدين وقفت عزيز ما عنده غيركم ما عنده زيركم أنا بالصدق أنا ليكوا يا جماعة أنا بالصدق فارس اسكندر اليوم قال له رجعوا حطوا شيلوا انا بدي احكي هيك فارس اسكندر من الاسماء من الارقام الاولى بالشعر يعني صح. مع احترامي لكل الشعار ولكل اللي عم يسمعونا طبعا. لا تقليل بقيمتين ولكن فارس اسكندر اليوم اسم كبير له مكانه وله وقعه طبعا ورقم صعب كمان فارس اسكندر ايمتى اكتشفتوا لفارس انه شاعر فارس من لما كان صغير صوته عالي كثير كيف لما كنت احمله يعوفني الله فارس ايه ما شاء الله وزن وصوت بشوف وين كان اسمع من الخبرين اسمع نعم شهر رمضان نعم شيء يجي ترم الافطار يا عيني اذا بقول لك البنايه كلها تسمع صوت فارس ولك يا حرام يعني امه فارس يعني بدها تفطر ما يترك لها مجال انا عم اقدم ركيب ركيب فمن اولته بعدين بنبلش يروح معي على الحفلات اول حفله حضرها معي كانت بمنطقه بلبنان ف يطلع يقول هذا بيي ولا احكي انت يا زلمه احكي لك شو عنه قد ايه كان عمرك طيب وقتها كان عمري 13 سنه وقاعد عم بلعب بالشارع مع الاولاد فوتبول وهيك اجا زمر لي صف السياره ما بعرف شو طلع معه عيط لي يعني تعال جيت بوسني قال لي تروح معي على الحفله يا الله يا سلام ليك هالمنظر طرت على الارض طرت على الارض إذا بخبرك رشيت للبنطلون بارفان يا الله رشيت وأي ساعة لبست هو مفروض يغني كان عيد السيدة نعم ذكرى عيد السيدة نعم فساعة تنتين أو واحدة ونص بده يغني يعني وأنا من الستة لبست وقعدت ناطر يا عمري ناطر بدي أشوف شو محمد اسكندر عم لا يعني صار عندي هيدي الليلة بالذات
صرت فرق بين ابو فارس بيي طبعا وبين محمد اسكندر على المسرح، لانه لما شفته فايت من الباب ووقفت العالم انا كنت حاطط جل على شعري، والله طقطق الجل بشعري، الله والله وقف شعر بدني لما شفت هالمنظر هيك قاعد مصدوم عم بتامل انه هذا الشخص غير اللي بعرفه انا بالبيت، غير اللي ربينا وبيحن علينا وبيكون معنا هالانسان المتواضع البسيط. فمن يومتها بلشت تترسخ براسي صوره محمد اسكندر النجم، وانا لاني بعرف من انا وصغير ومشيت معه من انا وصغير بعرف شو قدرات هالشخص على المسرح، قديش عنده قدره وقديش عنده طاقه يعطي، انا بالنتيجه واسطه لا اقدر اعمل اغنيه بس مش بحاجه لاكثر من اصلا عيني عليك. انا واسطه خير يعني كانت هيك الله سبحانه وتعالى وجد طاقه وجعلنا صح لكل شيء سبب صح. فانت كنت ليك كنت أنا هيدي الوسيله لك يا ابو فارس الحبيب حبيب. انا خيك والله رأس. انا كلمتي على راس السلام على صح على رأس. انا وحياتك ما يعني الكلمه كيسي مثل ما حكى ابو فارس اليوم رضا اهله رضا الله ورضا الوالدين ورضا الله ورضا الوالدين ورضا بيك عليك الحمد لله. شوف انت هذا شوف هالنسبه التراضي. انا برايي مثل ما كان يقول له بيو بتكمش التراب بيقلب ذهب، راح تكمشوا انتوا اياه ما لحاله اثنين باذن الله هيك عم بيصير باذن الله لانه حزير والله يعلوش هيك عم بيصير. فارس وقت العمل اللي احنا ما عندنا بنات اتهموه بعض الاشخاص انه والله انت عم تحطم شعور المراه، هو عم يغنج عم يقول له انا يعني انا بدي دفيكي بعيوني وانا بدي غطيكي بقلبي وانا ما بدي خليكي تشتغلي تحت بعد... العالم طبعا الرد بده يكون من محمد سكندر. انا بدي اغنيها ها ايه تفضل طولك ورد عدو يا شباب طب ادفع لنا بالاول ها ادفع لنا حقها ادفع ادفع يا ما دفع عنك يا نبوش حضر لي هالسلك يا ابو دعاس كل ما قلبي عم ينبض وبعزه تبقي ملكي وبعمل بعد تنهزه كل ما قلبي عم ينبض وبعزه تبقي ملكي وبعمل بعد تنهزه كل شي بيجي لخدمتها نحنا ما عنا مانع بتتوصف بشهادتها عنا البنت بتتدلل كل شي بيجي لخدمتها شغلك قلبي وعاطفتي وحناني ما بتجوز جازي وحدي بدي تماني شغلك قلبي وعاطفتي وحناني ما بتجوز جازي وحدي بدي تماني بحرقها كرامة عيني شغلك قلبي
كانوا واقفين خلوكن يلا 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 خلوكن 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 انا بدي غنش هو يا حمايل عشينينا عطشون الحوا أكلاتك المفضلة ها ليك هلا بالشوكي ما راح تزبط ليك حطهم أنت أكلتك المفضلة أنا مطبل بفنجان بحب المطبل إيه بكي استمر إيدين طبخوا لك بازيلا ورز خلص استمر حبيبي يا فارس كفاية القلب
والله ايه خلص كفينا لحيل بازيلا وروز. مين لمين بدي احط هلا؟ مسقعه جريس حبيب قلبي. لا انا ما بحب المسقعه. شو بتحبي لك؟ كل البقيه الا مسقعه. صحتين. لما طبختها هاي بايدي انا ايام زمان. يا ويلي. ايه واضح انه فارس بيطبخ على كل حال. اسم الله عنه. انا بطبخ اغاني. ما عندنا شك واغاني ناجحه. الله يخليك. فارس. بازيلا ورز. هم يحطوا له بازيلا ورز. بدي اعزبك جريس حبيبتي. تكرم عيني. يا حياتي. يا روحي. فارس. انت عند خيك يعني شو بدها بدها خشب؟ على راسي. قومي لك قلك افقعي له. يا حوسه. افقعي له. الله يخليك. لك بتعرفي شو يعني هاي الاكلات وهي العادات نحن لازم نحافظ عليها اكيد. يعني كثير عالم اليوم لك يا زلمه عم ينسوا يحكوا عربي والله العظيم. يعني اصحابي عم ينسوا يحكوا يعني هون اولادي اصلا هاي الاكلات هي الصحيه. يا عيني علي. بالسفر يعني؟ بالسفر شو بتاكل بالسفر ابو فارس؟ ولا بتسافر بسكوت؟ في مطارح بحبها مثلا مثل استراليا بحب فيها السمك القريديس الاشياء هيك مثلا. ابو فارس مغنج حاله. عندي خي حميده هونيك بيهتم فيي. امريكا كمان في عندي الغوالي كلهم بيهتموا فيي. البرازيل لها قصه كبيره يمكن ما لحق نحكي عنها بالحلقه بدها حلقه ثانيه. نعم. شو بدي اقدر لك دول طويله عريضه. بالمغرب اكلنا هذا شو بيقولوا الكسكس. كسكس طيب انت بتعرف قدر. يا ويلي ابو فارس أخذها معي. أول مبلغ قبضته بحياتك شو عملت فيه؟ وكان معي سيارة مهرية بام 320 خضراء مهرية مهرهرة. أول حفلة قبضت 250 ألف حقا. أول شيء بدلت السيارة يا أخي ما بتمشي ما بتليق بالمستوى. ومين أخذ فيها أول مشوار؟ أنا هي سيارة جديدة أكيد. عائلتي أول شيء. أول شيء العائلة. علي يعني انت اول اجر اشتريت سياره جديده؟ انا فورا رحت علقت ببيت اشتريت فورا اشتريت بيت وبعد البيت اشتريت بيكاب سكودا. شو بقبط حقه؟ بروح الحفله. طيب خبرنا قصه الباص هلا بيكاب. بدي اروح الحفله والفرقه. بيكاب سكودا لونه زيتي. يا عيني اشتريته وصفيته وحيات هالنعمه. اسمعي انا ليك بس بدي احكي لك قصه. انا يعني بي عنده سياره بس انا ما عندي يعني كل يعني انا ربياني. احنا مثلا اهل ربياني بالله تقيب شارع الجمهوريه ومحلنا مرتب والرمل الشمالي احنا مرتبين بحالنا بس انا ما عندي. اشتريت بيكاب سكودا وحياتها النعمه. فقت الساعه 3 الصبح نمت. فقت 3 الصبح فقت مشتاق لها يا زلمه. طلعت عيانت من الشباك بس عيانت عطاش الدركسيون. كيف صار وحيات راسك قصة كبيرة لا تفكر. بس انا شو ولونه زيتي. لك ايه زيتي المهم انا هيك بتعرف شو انا شخص بحب مثل ما اني بحافظ بغنائي حافظت على تراثي والاصالة. انا بحب اتواضع بموضوع حديثي لانه في ناس بينكروا اصلا. يا عيني عليك في ناس بينكروا بتغيروا. انا اليوم حكيت كلام كمان قريب وحكيت الحقيقه صراحه. يمكن بكره يقولوا انه ها حكى عن بيو بطريقه وكذا وكذا. انا حكيت الحق وفعلا لو بيعيد الزمن ذاته بعيد القصه هي ذاتها. الله يرحمه لعمي ابو ناشئ. انا كنت روح جيبه بسيارتي وانا مشهور والعالم ضاج بي من الشغل بالي وهو بالبلديه وانا روح جيبه بسيارتي وبافخم مرسيدس روح جيبه. عيني الله. والعالم يقولوا انه يقولوا لك يا عمي طب انه حرام انه عم يعني ابنك وكذا وشغله هيك. انا بالنسبه لي كانت متعه انه شو يعني شو اذا كنت مطرب. بين هيك شخص وجداني دمعتك سخيه بتنزل بسرعه طبعا. اصلا لو ما بلش السؤال باول حلقه يمكن كنت بكيت باخر حلقه. ومع انه علي تاثر كمان كثير. انا بكيتني يعني ما انه انا بكيتني بصدق بكيتني لان يعني ما في اجمل بعدين انك انا هاي طبيعتي. انتبهوا هلا فارس ضدي امرار انه بيقول انه بي انت اللي بقلبك على راس السينك. انا هيدا انا صح وما بغير. وفي مثل عندي بيعرفوه كلهم اذا شفت عدوي واقع بلمه يعني وبساعده ما بتركه. صدقني يعني انا كنت اول مره بشوف بي ضعيف. بي كثير قوي ما تبيه قوي. ايه قوي كثير وهيك بي 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 فتوفى جدي الله يرحمه وطلعنا على العزاء وكذا وخلص النهار وتاني يوم كان الدفن.
فت على غرفتي انا نايم بالغرفه الساعه 2 بالليل دق علي الباب فتح الباب قال لي نايم قلت له واعي قال لي فات قعد حدي على التخت يا عيني وبكي بكي بكي كل اللي بده يبكيهم قدام الناس بكيهم عدي وهيدي خبرية ما حدا بيعرفها بكيهم حدي لحتى يوقف تاني يوم قوي قوي عم بحكي مع ابو علاء احمد الحسن نعم عازف البزق بدي وجه له تحيه تحيه لك ابو علاء بساله تاني يوم قلت له لك يا ابو علاء اول مره بشوف بي ضعيف هالقد شو قال لي كلمه ما هذا اصيل ده كان قال لي بطل ولد قال لي هلا بطل ولد صح لما مات ابوه بطل ولد شوف الكلمه فزعف الى ابو علاء كمان خليني اقول معنا بالفرقه خيك ايه طبعا على القار خي احمد ابو علي احمد ابو علي انا الاستاذ صالح اذا بتحب تستضيفه بدي استضيف كل الضيعه بس هلا بدي اسالك سؤال نعم معقوله تفكر ترشح حالك لمنصب ما بالدوله لا بس اقول لك شغلي هلا بالزمان كان بدي فارس يعمل محامي ايه جبنا له الكتب وحطيناه بالجامعه عرفت كيف شوي هلا عملت له بالزمان موال انه 5 سنين عشت بالمدرسه بعدمتي ما فتحت فيهم كتاب ما فتح الكتب ما مشان يعني بدي اعمل سياسي انا ما بفهم ايه ما بيعمل سياسي قال انا ما بعمل سياسه طب ليش عم تحكي مثل علي الديك بفهمت بدك بدي احكي مثلك ليش لك يا اخي شو بدك تحكي مثلي يعني هلا شغلي انا الراحه يعني مشكلتي بتاقلم مع بيروح بيروح مع عايش بالشام حتى لو رحت بس على الخليج انه بتاقلم حتى على مصر حكيت مثلا مصر انه انت اللي عم يحاورك انه يعني برتغالي وحكيت كمان بس انه علي الديك انه انا بحبه يا حياتي لك دخيل ربك فمشكله دخيله لربك لك غيري افكاري كفيله خلي بدي اسالك بدي ارجع ممكن شوفه لابو فارس الحبيب محمد اسكندر بالبرلمان. بيوم ما بالبرلمان انا ما بعمل نائب انا فنان بتحبني الناس اوكي على عيني ما بدي حدا يسبني ما بدي حدا لانه ما معقول بدي اساله سؤال معقول تصير وزير وعندك حفله بكره بجبيل معقول وزير وعندي حفله بكره ببيت لا وبعدين شو اذا عملت سياسي ما بدك تخلص 14 ولا 8 ولا 10 ولا 15 خليني محمد اسكندر بس راضي الكل الفقير المعتر هات سمعني عامل غني ايه هاتوا روح على السجاير شباب يعني عليك تعال عندي فداء تعال عند عمك فداء ابو الكمانجا تعال عندي تعال ايه قرب لقدام شوي قرب ايه هون نص الشارع نص الشارع ايوه قرب للنص نعم سمعوا ربابي نبوش حضر حالك سلمت يا بعد شيبي اخوالك الفدعان الله الله هزوه هزوه يا شباب كانت الضيعة كانت الضيعة 6-7 بيوت ولك نفرح لبعض ونشعر بلزي من دون موعد عالزيارة نفوت وللضيف نتبح ديك او وزي كبرت الضيعة وسافروا لبيروت وعمل الموبايل بهالبشر هزي ولك صرنا 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 اذا جار الوفا بيموت انجا الناس تروح وتعزي بدنا الزمان يعود سوري خي للسعودي بدنا الزمان يعود
عيوني دارك قلبي بسوريا وعشت روحي Let's
ثبت معك. طيب وينه حبيب؟ وينه حبيب ورامي؟ ويني؟ عم يتقتلوا. ويني؟ عم يتقتلوا. ويني؟ ويني؟ حبيب ورامي وينين يا شباب؟ ليك فين جايين؟ ليك ليك هالجو. تفضل تفضل هالجو. تفضل تفضل. 70 شو؟ خي بروح على الصيد كل مرة. أكبر خريطة بكل الضيعة. كل مرة بنروح مشوار صيد أنا وياه. إيه. بيقوي صدر. 70 عصفور فرد طلقة يا حبيبي. شو شو؟ كنت عامل حسابي. علوش ونزلوا مشويين. دغري عم تنتبه له كأنه معه حق باللي عم بيقوله. بسمعنا شو هذا كعلوش. يا عيني الدياب الياس. تفضل تفضل تفضل. علوش حل حل حل. شو؟ حل حل. أنا بحب الزهق. أنا بتغلب لك يا حبيبي. يلا حبيبي. كل مرة زدت الطريقة. أنت منصاب بالعين يا حبيب. ليش؟ والله مصاب بالعين. يا خيي هيدي غيرة الصيادة. 70 عصفور فرد طلقة ومش عم بصدق وكمع. ليش وين كنت الليلة؟ ليش هي خبرية بتتصدق؟ وين وين كنت بتصطاد وين؟ كنت أنا برامو. أنا كنت معك. بالزيتوني بالزيتوني كنت بتخلص. 70 عصفور فرد طلقة. ما بخلص شيء؟ رد له. معه شي 10 فيول. رد له. اسمع شو بدي رد له بالزجر. نحن على الهوا هلا؟ إيه يلا يلا حبيبي. فكرنا تحت الهوا. فكرنا عم تمزحوا. اوف 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 طيب اوف 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 ولك لو عالصيد بجد السير ولك لو عالصيد بجد السير ما بتخسر مرة جيوشي بخرطوشي ما بوقع طير بوقع عشرة بخرطوشي بخرطوشي ما بوقع طير بخرطوشي ما بوقع طير بوقع اوف 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 حاجة فيل يا حبوب هالكذبي مش عيشي بتحمل جفتك بالمقلوب ولا مرة مقوس ريشي بتحمل جفتك بالمقلوب لا مرة مقوس ريشي بتحمل جفتك بالمقلوب ولا مرة مقوس ريشي اوف اوف ولك عليه موته صيد المرغوب وبشوفك بومي قبالي ولك ببرم جفتي بالمقلوب وعالقهر بقوس حالي ببرم جفتي بالمقلوب وعالقهر بقوس حالي ببرم جفتي بالمقلوب وعالقهر بقوس حالي ابنك للغير للدير اوعى تغير بالعادي اصدق عالم العصافير واكذب ناس الصيادة اصدق عالم العصافير واكذب ناس الصيادة واصدق عالم العصافير واكذب ناس الصيادة حاجة كذب عالمكشوف اتركني بومي مهضومي هاي أول مرة منشوف تعلب خايف من بومي هاي أول مرة منشوف بص بص العلوش ما بصير العلوش أوف 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 تعلب ما بكن مربع عالعرش العاجي ولو فكر يهجم عالإن ما
ما بيخلي ولاد جاجي ما بيخلي ولاد جاجي اوف 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 يا ثعلب لو مهما تجخ اضربه قل له نعم يقرب موتي عيد 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 يا ثعلب لو مهما تجخ تجخ قل له نعم يقرب موتي طيب بالإن نصبط لك فخ الدهرة مش مثل الفوتي بالإن الدهرة مش مثل الفوتي بالإن هالليلة فلقة أيوة لا تخلوني ليكن قوم واعمل عجريكن فلقة ولا تجيبوا سيرية البوم بينتزع وجه الحلقة ولا تجيبوا سيرية البوم بينتزع وجه الحلقة لك طيب الله عايشكم وأكذب عالم صدق عالم لعصافير واكذب على الصياد لا 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 بس حبيب حبيب ما بيكذب ايه مبلا حبيبي بينزل لك ما 70 طير ايه انا اذا بيقول لي حبيب 1300 طير بخرطوش نزلت صادق حبيبي يا جماعه طلعت انا الكذاب لك رامي من دار ضدي بالطاوله في طار سابق لك فارس كنا عم نحكي من شوي على الانسان وقت اللي تفضل بيمرق بمرحله انا نفس كبيره ليك ابو محمد ابو محمد الحبيب عيني عم بسجل لنا اخي ممنوع بدي احكي له لا يحكي طب احنا جايين نتسلى ايه. ما في ليك ما في شاب بالعالم ولا صبيه بالاول الا بيعرف من الشاغل بالك والاغاني تاعت هي قالوا هي قالوا يعني نسر مثل ما عملت طبعا فيا منديلك فيا وتحت عرايش بدبيا كله هذا الزلمة قصة كبيرة وقت اللي قلنا أكيد أنا سألتك لحتى قلك من ريت لكن أوقات الواحد فينا بي 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 بيعمل الأغنية بيفكر أنه أكبر من غيره بكثير صح يعني أنا بزماني طبعا تحية كبيرة لخيك وخيي ماهر العلي وسهر العلي وأحمد الشهيدي عملوا لي كثير أغاني يعني هني عملوا أغاني نجحت مثلا الحاصودي منين علوش منين العلوش من رامز خليل والشباب طبعاً. واحمد وماهر وسائل والبرداني والحاصوده من ماهر احمد شحيدي وماهر وسائل عملت غني اسمع بيدو انا وصورت كليب وفكرت هاي الاغنيه انا قلت بيني وبين حالي ادخل بالدنيا خلص طوربيت عبيد وهجم من الضيعه الكان بيحلف ما يبيعها ولك هلق رجع جنتلمان ببدله زرقاء وقبيعه رجع لا لا حلو الكلام حلو كثير وقريب من القلب تتفاجأ انه الاغنيه وصورت وعملت جبت ممثلين سوريين كبار صح ما تحركت الاغنيه ما يعني غنت بس يعني ما عملت اللي لازم تعمله برايك هذا الموضوع اليوم انت غني من قلبك لك بلا غني غني انت برايك امن فيها يا عيني عليك غني من قلبه انا يا عيني عليك يا عيني طيب برايك هذا الموضوع من شو بكم ولا كثير اغاني اول شيء ابو جميل بيلعب دور المزاج العربي العام نحن نعم. ببلد عم يغلي مثل البركان نعم كل ساعة برأي وكل ساعة بانفجار وكل ساعة بمشكلة نعم. ما بتعرف أي ساعة العالم جاهزة تستوعب نعم وجاهزة لا لأنه ممكن تنزل الأغنية هلأ ما تعمل شيء بعد سنتين تنزلها تكسر الأرض يعني عليك ما بتعرف الدليل عندي غنية ودع العزوبية نزلت قبل بسنة ما حدا كأنه تذكرها عملت كليب بعد سنة اعتبروني منزلة جديد وضربت طبعا ودع العزوبية ودع العزوبية وفاد الليلة على حبس الحياة هاتوا لنا نفقع عبيدو يلا يلا يا شباب عبيدو عبيدو هشم الضيعة كان بيحلف ما يبيعها جنتلمان هلق راجع
من سوء حظنا ما حسينا بالسهره
يعني هل التشريف العظيم كان لنا يا ابو فارس، وزينتوا المكان والله طالعنا. واليوم هالشتوي اول يوم بالشتوي على وجهك، ان شاء الله يا رب تكون شتوي خير عليك ان شاء الله يا رب، وعلى كل الامه العربيه رب العالمين ان شاء الله، ويفرحنا بابو محمد زيني بوجودك علوش. الله لا يحرمني اياك حبيبي. فهلق الموضوع بيبتدي، غني لي تغني لك يا لطيف هلا على اساس مش كل السهره. لا هلا غني لي هلا زياده يا احمد يا جريس يلا عدلي وين جميلي وين جميلي يا عيني جميلي والنساء ليه ام الياس ليكي جميلي ليكي جاي تتضارب عليكي ها ما حدا طيب يا ام الياس حبيبتي يا جميلي مسيحي وعلماني ودفنت الطائفية بالتراب
بلوكي بمضغ هالعمر لاجلك اهلك ليش بالشايب بلوكي بمضغ هالعمر لاجلك بلوك قبريني وعالقبر حطي يا ولية قبريني وعالقبر حطي بلاكي ولا تنسي تكتب عليها انت السبعية. محمد اسكندر وعدنا بتجوزه. ايه نعم. يقولي شو مجوز عالم بحياته. هذا موضوع الزواج له 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 روتين خاص. نشوف هلا خينا علي شو عنده مشروع. ليه؟ عم يغير الموضوع خينا علي. لا ما تغير له الموضوع. كيف بتزفوا بدل متعة حياته متعة حياته يعرف شاب على بنت ويجوزهم. أيوة. يا ويلي عنده متعة. ايه لك لك انا مجوز كثير رجال شباب مع نسوان. شو هالخبرية؟ عندي غرام اني هلا في عندي كان كثير شباب بفرقتي ومرافقيني ويوم عندي شي هون شي هون شي هون شي باستراليا شي بالمانيا شي بكندا كله انا زوجتهم. حلو. هلا بيقول هو انه انا بقول الله يرحمه عمي بنايف بيقول نيال من لقى رسان على فرد بخدي. انا مقتنع بهذا الكلام انه اذا طبقتهم وجوزتهم بكون عملت كلام واذا السنه الله وفقني وجوزتك وجوزت فارس بكون عملت انجاز. يا عيني يا عيني عليك. انتوا اعراسكم اعطوني اعطوني سكة عسي بدي زف خي شوي عادي شوي تكتب. هيدا حكي هيدا حكي هيدا حكي هيدا العروس. يلا هنفترض انه هلا انت العروس جوزك بدي طلق اليوم. هيدي قربي 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 لحده قربي. هذه لأختي أم راجح رح نقلها لبستي العلامي ومثل البدر هتطلي تعود عليك البيت يا ماما وان بدك تفلي فرحة الحجي وبكي دموع هالحلوين ولك يا عين دمع الفرح اللي بعد هالليل عرايس لا تندم على مالك والمال يغدى يا ابو جميل وبنت العم ابقالك والمال يغدى وبنت العم ابقالك والمال يغدى وبنت العم ابقالك عرايس عرايس تحت الجوز حلقونا وولاد عمك على الشهباء شدوا وولا وولاد عمك على الشهباء شدوا وولا وولاد عمك على الشهباء شدوا وولا فصلوا لك طقم الشوخ عطولا طيب من تعب كفك عياري ما استعاروا لك من تعب كفك عياري ما استعاروا لك من تعب كفك عياري ما استعاروا لك والبنا البنا عالبنا وعلو شي ريتو يتهنى والبنا البنا عالبنا وعلو شي ريتو البنا البنا عالبنا عريس وريتو يتهنى بدنا نفصل بدنا نقيس بدنا نقلع عين ابليس البنا البنا عالبنا عريس وريتو يتهنى
بيتهنى العريس ويبقى قاعد حد منا على البنا البنا عريس ويرحب وعلى المطلب بنلبيك البنا البنا عالبنا عريس وريتو يتهنى يا عارسنا من هنيك وعلى المطلب بنلبيك بنا البنا عالبنا عريس وريتو وكرمالك يا عالي بديك عملنا أكثر ما عندنا عالبنا البنا عالبنا عريس وريتو يتهنى البنا البنا بناكي والهوى لفلف غطان عالبنا البنا مبروك علي الله يهنيك يا علي مبروك عرس بجنن انا وياك ايه انا وياك ايه لا عرسك انت وفارس وننها البنات هيك هو لابس لك كنزه حمراء قريبه على الفالنتاين بدي موتى انا قررت موتى بس لا لا لحمه بدي خلت موت خلص ماتت 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 غلط اذا هيدا هدفك موت ابو فارس الحبيب شو محضر لنا جديد والله انا ما بعرف شيء هلا في فارس اسكندر بيقول محضر قال ديو انا وعلي الديك يا ويله يا ويله يا ويله وقال محضر ديو انا والفنانه كمان الزميله رواد عطيه نعم محضر ديو انا ومعيني شرايف يا ويله الله بيعلم هيدي ما تنزل ولا ثلاثه كيف ثلاثه يا ويله ولا ثلاثه يا ويله فارس بدنا المواضيع اعطيني اعطيني كلام غني ما اعطي لحدا هلا 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 اول شيء علوش انت بس بدك تغني اغنيه لازم يصير في تكتم كبير يا عمري لا بدي كبير. اسمع بدي اسمع من يا حياتي المحترم فارس انسان محترم وحكيت لك عنه قبل الحلقه لانه انا اول لقاء يا خلال الحلقه ما قدرنا نحكي ما خلاني بيغ جنن ولا لسه جنن سماي بلاقي له حرمني والله حرمني فنيا صوتك حلو وعندك موهبه مؤخرا ملحن بدي غني ما عطي على حد يعني هيك انك تقلنا غنيت هلق ما حدا بيعرفه من القفشات تعينك القفشات ما بيحكي لا بدي غني بدي غني غنية لا يقول غني بدي غني ما عطي على حد ما نزلت لا هي حتنزل ايه حتنزل بس بعد ما نزلت وهي اول مرة بعلنها لألك صوتها لا هي بصوت الفنان الزميل نادر قتاد وكان ضيفك حلو نادر نعم. لأول مرة بغنيها وبيشرفني انه كلماتي وألحاني بصوت نادر الأغنية بحبها كثير اه بس بدي اعطيك يا سكوب لك لانه بتستاهل حياتي انت يا حبيبي هنا شباب كورد عن الفا هلا بس اسمع بس كمان لو جرحوك الناس لا تهتم من ضلوع صدري كسرت ماني ولا سمح الله إذا نقصك دم لك وصول شريانك بشرياني وسمعني صوتك سمعني صرخ بي وجهي ودمعني سمعني صوتك سمعني صرخ بي وجهي ودمعني لكن ما تضلك ساكت هيك لكن ما تضلك ساكت هيك سكوتك هيكي بيفزعني سكوتك هيكي بيفزعني آه
ما في داعي تمثل بالحنين، ما نحنا بزمن الغدارين، ما في داعي تمثل بالحنين، ما نحنا بزمن الغدارين. خبرني إذا شايل سكين طاحت رحالي للطعني، سمعني صوتك سمعني، صرخ بوجهي ودمعني. هيدي هيدي من كلماتي والحاني، من كلماتي والحاني وتوزيع مارك عبد النور وغناء الغالي نادر الأتاي. ليك بقول لك شغله، كثير ناس حزين، شوفي كثير ناس، كثير ناس بيقولوا لك والله مثلا فارس اسكندر والله بيعطي الكلام الحلو لبيو. يا عيني الله اللي خلقك. لا اسمع له هالكلام. ايه حلوه كثير. اسمع له هالكلام. من شان من شان ما يقولوا انه فارس اسكندر عم يعطي لبيو، بنقي اسوأ الاغاني بيعطيني اياهم. بس علوش علوش انتبه، الاغاني اللي بغنيها محمد اسكندر صعب كثير يقتنع فيها اي مطرب عادي. ليش؟ بخاف من النقد، وبخاف من الصحافة، وبخاف من الإعلام. ليش؟ الأغاني صعبة صعبة والله. أنا الشخص، أنا الشخص شيلك عن أنه بيي ونظر عيني، بس هذا الشخص براهن علي كتير وبيأمن فيه كتير. أنا أوقات عن جد عن جد بقول يعني كتر خيره أنه آمن معي وفيت معي بموضوع هو يمكن يكون مش بيقتنع فيه بيبي. يعني يوم جيت قلت له اللي بيطلع فيك اللي يتم لعياله، قال لي يا بيي أنا عندي إياكم بالدنيا، انا عندي اجركم بالدنيا، انتوا اربع اولاد. ما مارك يعني كيف بدي اقول اللي بيطلع فيك لا يتم له عياله وضربت. لما هي عطول لانه يعني انت يعني لانه هو بيغني شخصيته، بيغني بيئته، بيغني مواضيع صادمه كمان دائما. شوف انت، شوف هلا هالكلام هذا بس قلبت الدنيا، قلبت. شوف لهالكلام ما اجمله. ايه حلو. فانا بحييك والله يوفقك وان شاء الله مزيد من النجاح والتقدم. الله يديمك. خيي بس تقلق شغلي، أنا غنيت أنا وأخي علي، ما تعملنا يا من هذا الحزن. الله اعمل لنا شغلة تفقع القلب هيك. لك أنتو جوز قتلي. جماعة فرحين طايرين. يا عين عليك. نسر يا وعقاب. يا عين عليك. يا فادي أنا بيت عسي لأنه بدنا نروح على الحصودي ونفتح مشكلة طويلة. قال لك حرب البسوس. يا ويلي. علي بدي خبرك سر. تفضل. كنا بالشام. نعم. وعم يغني هو بالذكريات. وعلوش بالروابي حب بعض. نعم. بيجي بيقول لي يا زلمي، بمرق هيك انا وفال من الشام، حد علي بسمع هالناي بيزلغط وعم يغني الحصودي، قلبي من جوا بيحترق. الله العظيم. لا ولا حتى ليلي، ليلي بيقولوا لي اجي على الذكريات علي، سأل اطمن كيف شغلي وكيف عملي كيف وضعي. وسلموا لي عليه، حكى مع عبد الباري. مع عبد الباري. يا عيني يا رب. قال له سلموا لي عليه وانا بتمنى له التوفيق من كل قلبي. وهذا خيي قلت له الله يوفقه. اذا قلت له هو عم يجي كان على الشام ويرجع، طبعا هو ابن الشام يعني اكثر من احنا، بس انا جيت يوم تعال المحل قلت له بتقولوا له خيك موجود. صح. بيته موجود. صح. شو بترحب بالدنيا موجودين. طب هلا الحصودي لمين، الك او اله؟ الحصودي ملك الناس صارت. ليك هي شوفي شوفي هي الحصودي. ايه. لابو محمد لجميل الديك. يا عيني عليك. قسمها بين الاخوه. مين اللي غنيها احلى؟ علي الديك. لا محمد اسكندر. لك عمي صوتي مسكر ليش؟ وانا صوتي مسكر ليش؟ يلا جاي تسنبل وراي. لحقولنا شوي خلينا نقول. جاي تسنبل وراي صبرا وانا الحصودي. Yeah.
ايوه 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 ايوه, أيوة.